السلام عليكم متابعينا الكرام، أدعوكم للاشتراك في القناة مع تفعيل زر الجرس ليصلكم جديد الأخبار. الآن مع أبرز العناوين. هذا اللاعب يعود للمنتخب الأسود. زونزي قد يدخل زياش إلى روما. أسد جديد بأوروبا قد ينضم للأسود. يوجد اسم اللاعب محمد النهيري ضمن قائمة الموسع التي اختارها هيرفي رونالد لمواجهة مالاوي الشهر المقبل برسم تصفيات الكان. لاعب الوداد سيكون حاضنا رفقة التكناوتي بعد غيابه عن منتخبه المغربي لفترة طويلة. وتسببت الإصابة التي يعاني منها مندي مؤخرا في وضع النهيري ضمن خانة الحسابات الخاصة بالناخب الوطني لسد فراغ الرواق الأيسر، ومن المتوقع أن لا يشمل اللائحة بعض لاعبي البطولة إذ أن احتراف الكعب في الصين قلصها بالكامل. المطالب المالية الكبيرة لفريق إشبيلية الإسبانية لتسريح لاعبه الفرنسي زوزي لنادي العاصمة الإيطالية روما عادت من جديد فتح ملف حكيم زياش الذي كان أحد العناصر المطلوبة وبقوة لهذا الفريق قبل أن تتعثر المفاوضات لأسباب مرتبطة بالشروط المالية التي تقدم بها فريق أياكس سحب الرقم 10 من زياش ومنحه للاعب تعديش بجعل باب المغادرة للاعب المغربي لفريق الهولندي ممكنا جدا وخاصة صوب الكالتشيو. وكان مسؤول التعاقدات داخل روما قد أكد في وقت سابق عدم حاجة فريقه للاعب زياش وعلى أن المبلغ الذي يطالب به ناديه مرتفع بعد الشيء. من المحتمل جدا أن تشهد لائحة المنتخب المغربي المقبل استقطاب وجوه جديدة تمارس بالبطولات الأوروبية. فبحسب أخبار المنتخب فإن الناخب المغربي هيرفي رونار سيعمل على منح فرص لبعض اللاعبين الشباب قصد ضخ دماء جديدة بتشكيلة الأسود المقبلة على استحقاقات في مقدمتها تصفيات كأس إفريقيا للأمم والتي سيواجه من خلالها المنتخب الوطني منتخب مالاوي يوم 7 من شتنبر القادم على الجولة الثانية، علما أن الأسود واجهوا في الجولة الأولى منتخب الكاميرون وبيوندي وإن هزموا بهدف دون رد، وهي النتيجة التي ليست لها تأثير على المراكز بحكم تنظيم الكاميرون نهائيات الكان، ويعتبر المنتخب الكاميروني مؤهلا مسبقا. ومن الوجوه التي قد يدعم بها رونار لائحته القادمة لاعب فرونتينا الإيطالي رفيق الخنيني 20 سنة والذي يحمل الجنسيتين النرويجية والمغربية. وفي تصريح له لموقع المختص في الأخبار اللاعبين تحت 21 سنة قال رفيق الخنيني بأنه له عائلة بالمغرب ويقوم بزيارتها حين تتاح له الفرصة وتتمنى أن تراه بقميص الفريق الوطني.